السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم فيديو جديد كما كتشوفوا. اليوم غادي نهضر لكم على بعض الروايح ديال الذات، منهم وحدين خديتهم جداد ومنهم وحدين فايته مستعملهم وبغيت نجربهم. عفوا بغيت نشاركهم معكم. كما كنعرفوا حنا دابا في فصل الصيف وغادي نحتاجوا بزاف 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 هاد الروايح ديال الذات، وضروري نبقاو نديروهم، وخصوصا الناس اللي مجوجين وحتى الناس اللي ما مجوجينش نتهلاو في راسنا ونريحوا راسنا يعني فين ندوشوا نبقاو نديروا الروايح باش الجسم ديالنا يكون فيه يعني روايح زوينه ويتشم زوين، وحتى الا لبسنا الحوايج يعني يبقاو يعني فيهم الريحه، ونهار كله الدات ديالنا تكون فيه الريحه ويعني ما يكونش فينا واحد الريحه اللي ديساغرادابلي ولا شي حاجه. المهم هاد الروايح هادو صراحه دائما كناخذهم، كيعجبوني بزاف ومن الطوب. منهم وحده اللي جديده اللي غادي نكتشف معكم دابا اليوم. المهم دابا غادي ندوز نبقى نوري لكم الروايح. المهم اول حاجه كما كتشوفوا هي هادي، هادي في هاد الشكل هذا. كنت خديت جوجات جربتهم، ثلاثه اللي جربت. غادي ننصحكم بهادي ديال فاينيا، وغادي ننصحكم بالخضره ديالها، هذيك اللي كتشم فيها الريحه ديال بحال الويفيرا حتى هي جربتها، وغادي ننصحكم بالغوز ديالها حتى هي جربتها زوينه بزاف، كتشم بحال ريحه الحلويات. وغادي ننصحكم حتى بديال الكوكو اللي مخلطه مع الفانيليا حتى هي جربتها زوينه. من هذا النوع هذا جربت هذوك الانواع، وهذه حتى هي جربتها ديال الفانيليا. منين غنجرب نوع اخر من هادو غادي ننصحكم بهم، واخا شميت شي وحدات ولكن ما عجبونيش الريحه ديالهم. المهم هذه البنات ننصحكم بها، راه كتباع في بريمور وكدير بالثمن داك كتير بديك ديك 2 أورو و 99 ولا 2 أورو و 95، يعني 3 أورو وقل. المهم ثاني حاجه اللي غادي ننصحكم بها البنات هي هذه اللي كنتو عقلتو عليا، كنت خديتها في واحد الفيديو شحال هادي، وكنت شحال هادي يعني الصيف ديال العام الفايت خديتها، وصراحه كتبقى بزاف 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 بزاف, بزاف عندك، كتطول بزاف، وكما كتشوفوا الريحه ديالها واعره فنه 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 بحال الغوز ديال هادي. الغوز ديال هادي هي نيت اللي حاطين هنايا. غادي نعاود نشمها ونقول لكم الريحه ديالها. الريحه ديالها دايره بحال الحلويات، عرفتي الريحه ديالها زوينه زوينه بزاف. ولا عرفتوا الغوز ديال هذه اللي كنت وريت لكم شحال هذه، راه هي نيت هذه. وغادي ندوز نوري لكم هذه اللي غنكتشف معكم جديده، هذه اللي كتشوفوا دايره بحال هكا، مكتوبه فيها ديال الكوكو ولكن السميه ديالها هي كيس، فيها 236 مليلتر. وغادي دابا نكتشفها معكم وغادي نقول لكم بحالاش كتشم، حيت انا جربت الزرقاء ديال هذا النوع كتشم بحال الريحه ديال الكوكو مخلط مع الورود، صراحه زوينه بزاف منعشه ماشي مجهد. راه كنت وريتها لكم في المشتريات ديالي، راه هي هذه كيما الا عقلتوا عليها. المهم هذه ديك القديمه اللي كملت، الجديده راه عندي، نهار نكمل هذه حيت بقى فيها شويه نبدا في هذيك الجديده. المهم انا بغيت نجرب حاجات اخرى، كما كتعرفوني انا دغيا كنمل في دوك الروايح وداكشي، يعني هذه الا كملت غادي نبدا وحده من هاد وحده من هادو اللي خديت، هادو اللي عامرات مازال جداد، باش ما نمل دغيا. يعني هذه غادي نحطها حتى صافي نتوحش ثاني ونبدا ندير فيها. المهم الحاجه الاخرى اللي غادي ندوز نوري لكم اخر حاجه هي هذه اللي عجبتني بزاف، كدير غير بأورو. هذه البنات كتصلح للسفر، كتصلح مثلا الناس اللي كيبغيو يمشيو المغرب في الطياره، وكما كنعرفوا الطياره ما كيبغيش داك الشيء اللي كثر من 100 مليلتر، من 50 مليلتر ولا اقل ولا 100، خاص داك الشيء يكون صغيور. وهذه ننصحكم بها حيت ديال البياخي، غير الا بغيتي تمشي يعني البياخي ولا شي تسافر وداكشي، ومبغيتي تدي داكشي كبير بزاف بحال هكا، يعني غير بغيتي دوزي سيمانه ولا اقل ولا 15 يوم، وبغيتي غير تدي شي حاجه هادي. هادي راه عرفتي راه بقات عندي انايا مع ما عرفتش واش حيت عندي بزاف وكنوع ولا حيت كتبقى بزاف. المهم هادي راه بقات عندي راه بزاف شهور باش بقات عندي. هادي كما كتشوفوا راه بقات فيها غير شويه، صراحه الريحه ديالها حتى هي الريحه ديالها زوينه بزاف ومنعشه، كتفكرني بالقرايه
المهم هادو هما المنتوجات وهادو هما الروايح اللي بغيت نوري لكم اللي غادي تحتاجوهم في هاد الفصل هذا، وكنحتاجوهم في الصيف بزاف، وحتى البرد انا كناخذهم على طول العام، ماشي انا كنتسنى غير حتى الصيف. وبغيت نساعدكم وبغيت نساعد حتى البنات اللي جاو هنا جدد باش يعرفوا الروائح ديال الجسم اللي يقدروا يشريوها. وبالنسبه للناس اللي غيسولوني غيقولوا لي واش كاينه في ميركادونا، نقول لكم ديال ميركادونا جربتهم، جربت غير هذيك الغوز، الباقي كله خانزين عجبتني، ولكن المشكل اللي فيها فاش كترشيها كتشمي فيها الاكثريه ديال الكول، والالكول ما ننصحكمش به، حيت فاش كنرشوا شي حاجه كثيره فيها الكول وكنخرجوا للشمس الشمس دغيا كتحرقنا، دغيا كتحرق الا رشيتي شي حاجه فيها الكول. يعني هذوك ديال ميركادونا ما ننصحكمش بهم، جربتهم وما ننصحكمش بهم. الا بغيتوا تشرو الروايح ديال دا تشروهم من بريمور. المهم البنات هذا هو الفيديو ديالي، وما نتمنى يعجبكم، والا عجبكم ما تنساوش لي لايكات، وما تنساوش تكومبارطيو الفيديو وساعدوني كيف ما انا كنساعدكم، ديما كنوريكم جديد وكومبارطيو الفيديو باش الناس يتعرفوا على القناه وتكبر ان شاء الله، تولي كبيره ونكونوا كلنا كنستافدوا. وبسلامه حتى المره اخرى ان شاء الله.